الحمد لله رب العالمين القائد وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الذي زين الوجود بمولد خير الأنام ورحمة الله للعالمين محمد بن عبد الله حبيب رب العالمين وجعل محبته وتعليمه من أصول الإيمان فصلوات الله وسلامه عليك يا نبي الهدى كلما عقب الليل النهار وعلى آلك وأصحابك ذوي الأخلاق الفاضلة وجميع محبيك الذين اتبعوا نهجك وهديك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت دموع العارفين تصيل هذا رسول الله إبراز الهدى هذا لكل العالمين رسول فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيها الجمع الكريم وأهنئكم والأمة الإسلامية والعالم بأسره بمناسبة احتفال الذكرى العابرة لمولد أكرم الخلق وصفوة العالمين رسول الله إلى كافة الورى محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه الذي بث قيم التوحيد والتكافل والعدل والرحمة والسلام والمحبة في شتى بقاع الأرض وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أحب الحبيب واقتفى أثره وأن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع صحبة صاحب هذه الذكرى المباركة سيد الأبرار المصطفى في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. لما ذكر مسلم كاه عن مرشا بسوي من كانت وابن من شذا قيدها لك لدول دعك استرجلان يدر جول وإلى ذهيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبير وعن الله سبحانه وتعالى ومها الغلين إناه سورة قريبت الله سورة قريبت سليمات كان قيمها إلى قلوخ غبلاً وأن يسكن من حفلة وكان بحفلها سنة ولما بشر وكلا ذات كمسلمين ده محبين تاه أي قمتان في جميع أنحاء العالم شعوبا وحكومات وجدنا أي كلمين أي تهي فرحية وعشاق أي دبال تغيان نعمة وين إيه سبحانه وتعالى وكما نستجد لهان عالم كان كان هان ذاتك إيمان كره حفل لهان يجس إيمان جدا وغوغو الربو سوياك تاريخيات يسير لحيوك عليه الصلاة والسلام سيدا محبا سيئة عليك سواجبك أي رويه إيه فإذا ذلك هلينو أما أنت يا سيدي سنا إذا احتال كويه لا يسكون أكبر اليوم راح أنت سنجي سيدي يقول قد يخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أردت أسوأ كتب دون ريسو سيدا ذاتك المسلمين تاهي أي محل له النبي عليه الصلاة والسلام إسلام كان حبيبه كله ليهاي قلوب تودا سيدا كلا وحنمها الولينا يا دمان أخيار تقيمها هي قدر تنظر ونقرا سوق القلي حفلة احتفال النبي عليه الصلاة والسلام يبغى وكل من ملك الدول جعلك أجعله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسير على قدام إليها كتابك أكتب كلام محافشة النبي عليه الصلاة والسلام لمتعظيمين اليوم لولا شك إني غدر كي يقيمها أولي هاي أريد تاسو عسلي سلقوها
فأنت دعوت دينك إسلامك سواك أنا لقد دفاعي مقدساتك إسلامك يدور لقد دفاعي يوح مكاتك أعدادها يسوبها إستيب لأن لقي صورة هلينت إسلامك لقد دفاعي بالتي هي أحسن وحن سواك دوني هاين سيدوني أمها الغنية مشايخ دواويني حملة شرقة ما أنتنا هكذا نرجوه هل يجر نوتاك سيدا يمد وقفا إليه لها يين أغوطا إليك إسلام كأول يليهين حقا لا يعطينا يين ألي وقفا رجل يينك اللفتن لأينا نقيك أم غنو ورن غنو مشاكش يدين يتعي وحليا بعدما يكمل ليه غنيه إلى الأمرين إن أنيك دينك ويدي سنو وصدق الله إذ يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كودي جاي اللي تنادى حوش على نقطة من قابيين المجلس كان بروح دبرني يا جاسم كان ناس بيجي يعيد والبوا كرقة بارضي في ضيتي فاسنتيش كارنتا يجون الله ما هسنيه خليه ديو ولاد بيروت وعيني إن أنا وكان بقال إن حبيبك عليه الصلاة والسلام ربك سياها من صنع إليكم معروفا فكافئوه قفتي ولكن إنسان يمب يكتوما هذين هي واحد مو بيك تونتان أما إما أودنا أودعية وحلنا هي أحسنتم أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء أنت أكيد ما تم برنامجك إلا بالنا الحمد لله إن كنت أفر النص دا عين يدك كبينها أيدها أمامك كريم كا ومن آخر الدونا معلن عبد الله معلن عثمان معنى عبد الله يسعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم صدق الله العظيم معلن عبد الله إلهي حفظ اليوم أرمك سنبيه بوبا الله كيلا ديوم سوى كرم الله وبديان وما سيجه بارك الله فيك حضرة وحمد لله ما دام ما انت ايضا مالك النبي عليه الصلاه والسلام ولا شيء وابدح سيدي يا سلوات كيسو اي كاين حتى كل يهين قصيد النبي امانه انه بوحك سنو
markaas oo ay noo qadayaan tiinka masaa'ida culimadeena waaweyn yaalkaan inoo joogto barakallahu fiikum soo dhawaad هو المقصد الأصحاب والمسكوان هو المقصد